في زيارة دولة. يجتمع غدا الأحد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في الكويت. فمنذ عام 1971، أي منذ تأسيس دولة الإمارات، بدأت العلاقات الرسمية الثنائية بين الدولتين، حيث تم افتتاح سفارة الإمارات في الكويت عام 1972، وافتتاح سفارة الكويت في أبوظبي في فبراير من العام ذاته. وتعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للكويت على الصعيد العالمي، والأولى عالمياً كأكبر مستقبل لصادرات الكويت الغير نفطية، لتستحوذ على 22% من الصادرات الكويتية إلى العالم. وفي المجال السياحي، فاق عدد السياح الكويتيين إلى الإمارات أكثر من 380 ألف عام 2023، مقابل أكثر من 42 ألف سائح إماراتي عام 2024. وبلغت عدد رحلات الطيران إلى الكويت 122 رحلة أسبوعياً خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 53 رحلة من الجانب الكويتي إلى الإمارات. أما في مجال التعليم، بلغ عدد الطلبة الكويتيين اللي يدرسون في الجامعات الإماراتية 1725 طالب، مع استمرار القرارات الكويتية التي تحث الطلبة على الاستمرار في الدراسة في دولة الإمارات. الإمارات والكويت بلدان يجمعهما روابط أخوية وتاريخ غني ورؤى مشتركة تمتد لسنوات طوال.